النوع الثالث عندنا من طرق الانهيار مودز اوف فيلير اللي هو فاتيج فيلير، انهيار الفاتيج. الانهيار ده الفاتيج ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ظاهره بتحصل. الظاهره دي بتحصل للماده اللي بتتعرض لاجهادات دوريه متكرره. انا عندي ترس بيدور، الترس ده كل لفه بيلفها بيتعرض لاجهادات سواء كومبريسيف او تنشن، او عندي كرانك شافت بيدور، الكرانك شافت ده وهو بيدور بيتعرض لاجهادات متكرره مره على مره لحد ما بيحصل له حاجه اسمها كسر. الكسر بسميه كسر الفتيك، كسر التعب، ان الماده تعبت من كتر الاجهاد الدوري اللي متطبق عليها وعدد الدورات اللي هي لفتها، والحمل ده موجود او اللود ده موجود عندنا. الظاهره دي بيقول لك بيلاحظ ممكن تكون الفتيك عندي دوت للزور، يعني ممكن يحصل عندي بالرغم من ان البيكس ستريس اقصى اجهاد عندي في كل دوره اقل من انا محتاجه عشان احصل للماده بتاعتي تفشل. يعني ممكن انا ماده عشان اخلي الماده تفشل محتاج على سبيل المثال 400 نيوتن، انا ممكن في الفتيك ده يكون الاجهاد عندي 200 نيوتن فقط. امال ايه اللي بيخلي الفتيك يحصل؟ ان مره على مره حسب عدد الدورات اللي شغاله يبدا يحصل للماده دي كلل او تعب، ويحصل للماده دي انهيار نتيجه الدورات الكتيره اللي هي لفتها متعرضه للحمل ده، ويحصل انهيار الفتيك اللي عندي. انا عندي اكزامبل فيه، وطبعا الفتيك ده لما يجي يحصل عندي بيحصل فجاه وكاتاستروفيكلي، يعني ممكن يحصل بصفه كارثيه. فعشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها الصيانه الدوريه بتاعتي، ان انا ابدا اعمل الصيانه بتاعتي ديت او الفتيك بتاعي دوت، اعمل بعد عدد معين من الدورات التشغيل ابدا اغير الترس مكان الترس او اغير الكرانك شافت عشان ما استناش لما يتكسر وهو اثناء الخدمه واثناء العمل. اديني اكزامبل، يا اكزامبل موجود عندي انواع الفتيج اللي عندي، الريال وي اللي ياخدوا السكه الحديد، الجير تيس اللي هو اسنان التروس، السبرنج اليايات، السسبنشن كيبل، الكابلات المتعلقه، دي كلها اكزامبل بيديني عن انواع الفتيج المعينه الموجوده عندي. وفي اكزامبل ثاني موجود عندي زي السسبنشن يونت الوحده المتعلقه لموتور العربيات الفيكلز، اللي كل دي كلها اشكال للفتيج اللي عندي. الفتيج اللي عندي دوت في عندي بيقول ان في عندي بعض المعادن الحديديه، المعادن دي بتلاقي عليها اجهاد معين او مستوى ليفل معين بسميه فتيج ليميت. لو انا شغال اقل من الليميت دوت بتعيش فتره طويله او نمبر اوف سايكل لفتره طويله جدا، وبدي الرمز بتاع الفتيج ليميت دوت حاجه اسمها الاس دي، فبيعيش عندي فتره طويله من غير ما يحصل له اجهاد. على سبيل المثال المنحنى اهو، ابدا اشوف الاجهاد عندي وانا بشغلها الفاتيج ليميت، لو انا اقل من الحد دوت يبدا الواحد دي شغاله عندي فتره طويله، عدد نمبر اوف سايكل عدد طويل لفتره كبيره من الوقت. طبعا احنا بنقول ان احنا عندنا معروف عندنا كده ان دايما اليو تي اس الالتيميت تنسل ستريس اقصى اجهاد شد تقريبا الفاتيج ليميت ده بيكون هاف نصه، يعني انا اقصى اجهاد شد عندي 1000 نيوتن ممكن يبقى الفاتيج ليميت ده 500. دي قاعده هي معروفه عندنا. طبعا يبدا الاجهاد الدوري ريفرزل اللي هو التقلبات بتحصل الاجهاد، يبدا يحصل الفيلير في النهايه للماتيريال اللي موجوده عندنا. الفاتيج طبعا شكل الفاتيج هنا بيحصل عندي ازاي؟ بيحصل بلاحظ ان بتفصل المادتين، طول ما الماده شغاله متعرضه لكومبريسيف وتنشن مع بعضنا، في مره اتجاه ليها بيحصل له اكستروجن واتجاه ثاني بيحصل له انتروجن، ده للداخل وان تقل للخارج وهنا ده تقل للداخل. الاقي ان الشروخ ديت نتيجه للاجهاد اللي عندي مش متحمله، يبدا يحصل في النهايه شكل الكسر اللي عندي للعينه او للعمود الكرانك او للترس اللي موجود عندي. هيجي لي البي 6 طبعا احنا هنبقى مسؤولين عننا، احنا اعرف شكل الكسر بتاع الفتيك ده ايه. هنروح في الشكل عندنا هنا، ده بيجي لي هنا مراحل او الشكل بتاع الكسر اللي موجود عندي. الشكل اللي عندي مميز بشكل معين، هو مبين في شكل 4 37 اللي احنا قدام مننا. في الفتيك ده بيبدا يحصل عندي شروخ زي ما احنا قلنا، الشروخ دي تبدا انا عندي هنا مثلا ده مساحه المقطع بتاع عمود الكرانك او المساحه بتاعت الجزء الترسي اللي عندي، وببدا يديني اسقاط ليها تحت منها اشوف ايه اللي بيحصل ليه. بدا هنا مع النمبر اوف سايكل عدد دورات معينه من عندي يبدا يحصل الشرخ اللي احنا قلنا عليه، فالشروخ دي تبدا تزيد، يبدا الحمل كله يبقى على مساحه السطح دوت مع الدوران، يبدا الشرخ يسرح او يزيد معايا، فبيبدا يزيد معايا طبعا في الجزئين دول نتيجه احتكاكهم مع بعض اسقاطهم تحت هنا، عمال الشرخ يزيد معايا والعمود بيتحمل هو نفس الفرص هي ومساحه المقطع عماله تقل، فيبدا يزيد تلاقي نفس عمال يزيد عندي الكسر عندي الشرخ كراك، ويبدا عندي ده يحصل احتكاك بين السطحين، فبيديني شكل حاجه اسمها الموجود عندي بورنيش نظر اوف باريل، شكل لؤلؤ لؤلؤ متلألئ لانهم احتكوا مع بعض الاثنين، والعمود شغال عندي مثلا عايزين نقول الكرانك شافت بتاع ده شغال، وهو شغال عندي في النهايه الماده مش هتقدر تتحمل الحمل كله، نتيجه ان الحمل بعد ما كان بيتوزع على المساحه دي كلها اصبح بيتوزع على الحته الصغيره اللي فاتله دي الباقيه دي الريمايند الباقي عندي، الجزء الباقي ده من السطح ده مش هيقدر يتحمل، فيحصل عندي الفتيج، فمين كسر الجزء الباقي ده؟ كانوا هنا بيحتكوا ببعض بدي الشكل المتلألئ او اللؤلؤ ده، هنا بقى لا الفرس كلها
تنجح تحصل طق للمادة او تنكسر المادة وتديني الشكل الكريستالين او جرينيولار او شكل الحبيبات او البرلورات. يبقى انا عندي الفتيج، عندي اللي حصل عندي اداني شكلين موجودين عندي. وده اللي احنا عملناه في المعمل، في المعمل عندنا احنا عملنا دي 7 عمل، عملناه للستيل بتاع 37 وبدأنا نشوف النمبر اوف سايكل بتاع المادة بيحصل ازاي وشفنا شكل الكسر. واحنا من خلال التجربة احنا عملناها كنا نقلق ان السيجما كل ما تزيد النمبر اوف سايكل بتاعي ان ده من خلال التجارب اللي احنا عملناها عشان نشرح يعني ايه الفتيج، الفتيج اللي عند الفيلر او انهيار الفتيج اللي هو بيحصل عندي ده كده. يبقى احنا كده وطبعا مطلوب في بي 6 من ضمن البي 6 بتقول لي قول لي اشرح ليا شكل الكسر للفتيج او للدكتور او ده شكل الكسر بتاع الفتيج. انا عرفت الفتيج، قلت اكزامبل للفتيج يعني ايه فتيج. اه ده هنا انا بشرح هنا جزء مهم جدا شكل الكسر حصل ازاي، وده قلنا دي مراحل الكسر اللي بتاعتي قد ايه. يبقى كده احنا خلاص انتهينا من شرح الفتيج بتاعنا.